كان في الاحتفال السنوي بافتتاح المتحف القبطي، وهو أول متحف أنشئ بأيدي مصرية. موقعه في مجمع الأديان بمصر القديمة، وبيضم أكبر مجموعة من الآثار القبطية في العالم. بيتكون المتحف من جناحين يربط بينهم ممر الجناح القديم، وده افتتح في مارس 1910، والجناح الجديد تم افتتاحه في فبراير 1947. في شهر ديسمبر 2021 تم تسجيل المبنى كأثر من الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في مصر. ويضم المتحف مجموعة من أروع القطع الأثرية التي تعبر عن الفن القبطي، حيث تبلغ مقتنيات المتحف إلى أكثر من 16,000 قطعة أثرية ما بين معروض ومخزون. دي مصر وجمالها وحلاوتها.